أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وتوفيق إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي الطلبة، الصف السابع الأساسي، حياكم الله تعالى وأهلا وسهلا بكم في مجمع المدارس الفلسطينية في الدوحة الحبيبة قطر، ومع سلسلة دروسنا في المنهاج الشرعي في هذا الصف المبارك وهذه السلسلة المباركة، لنختم من خلالها منهاجنا السنوي. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون في سورة ياسين، تفسير لهذه السورة وللرد على شبهات الكافرين وبيان عنادهم. فأهلا وسهلا بكم مع هذه الآيات الكريمة المباركة وتفسيرها وبيان قدرة الله عز وجل على الخلق، التي سنسير من خلالها إن شاء الله تعالى مع الأهداف كما هي الآتي: من خلال تلاوة الآيات الكريمة تلاوة صحيحة، ثانيا تفسير المفردات الواردة في الآيات الكريمة، ثالثا بيان مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، رابعا الرد على شبهات الكافرين في امتناعهم عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. صدق الله العظيم. أما الآن أعزائي الطلبة، سننتقل إلى تفسير المفردات والتراكيب الواردة في هذه الآيات ومعاني المفردات في كلمة آية، أي علامة تدل على قدرة الله تعالى. لو نظرنا إلى الكون سنجد العلامات الكثيرة من الشمس وقمر وليل ونهار وشجر وبحر وبر، آيات وعلامات كثيرة تدل على قدرة الله على الخلق. ثانيا الأرض الميتة. الأرض الميتة الأرض القاحلة التي لا نبات فيها. بعدها جنات، ومعنى جنات بساتين. تدرك القمر كالعرجون. العرجون هو عود النخلة الذي عليه عناقيد البلح. لو نظرنا إلى عنقود النخل أو عود النخل الذي يحمل حبات البلح ستجده مقوسا، فما بالك هذا إذا جف من حرارة الشمس ونتيجة المناخ، ستجده قد عاد مقوسا مقوسا. كذلك القمر سيعود إلى طبيعته مقوس، سنرى ذلك إن شاء الله تعالى من خلال تفسير الآيات. تدرك القمر أي تلحق به وتجتمع معه. من هي؟ الشمس. فلك وهو مدار تسير فيه النجوم والكواكب، المدار الذي تسير فيه النجوم والكواكب. الفلك المشحون، ركز معي، هناك كلمة فلك وهي المدارات، أما الفلك فهو معنى السفينة المملوءة. الفلك السفن، المشحون أي المملوء، صريخ هي معنى منقذ. أحبتي وأعزائي الطلبة، ننتقل وإياكم إلى تفسير الآيات الكريمة. وهذه التفاسير ما هي إلا أمور يعني بسيطة وليست معمقة، نستظهر من خلال تفسير هذه الآيات الأدلة على قدرة الله عز وجل على الخلق، قدرة الله تعالى على الخلق. ومن مظاهر قدرة الله عز وجل على الخلق، لو نظرنا إلى الآية الأولى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون إلى آخر الآية. الأرض الميتة هو المقصود بها الأرض القاحلة المصحرة التي لا نبات فيها. إذا كانت هذه أرض ميتة صحراء، كيف سينبت فيها النبات؟ وذلك من خلال أن الله عز وجل ينزل عليها الماء ويفجر من خلالها العيون والأنهار فتنبت بساتين وجنات من نخيل وأعناب، فيأكل الإنسان من ثمر هذا الشجر ومن ثمر ما عملته أيديهم من خلال سقي هذا الشجر، ولا بد للإنسان بعد ذلك من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة. لاحظ عزيز الطالب كيف أن الله عز وجل خلق النباتات، خلقها في الأرض القاحلة الأرض الميتة من خلال عندما ينزل عليها الماء فينبت فيها الزروع والحبوب
ويجعل فيها البساتين من نخيل وغيرها ويفجر فيها من العيون. وهذا كله كما ذكرنا من نعم الله تعالى على الإنسان التي توجب الشكر، فلا بد لك أيها الإنسان أن تشكر الله تعالى على هذه النعم. ثانيا من مظاهر قدرة الله والأدلة على قدرة الله تعالى على الخلق، قال أنه خلق الأصناف الكثيرة من النبات والحيوان ذكورا وإناثا. لو نظرنا في هذا الكون سنجد النباتات الكثيرة، الأشجار الكثيرة، الحيوانات الكثيرة، وجعل هذه النباتات وهذه الحيوانات أصنافا ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذا خلق هذه النباتات وهذه الحيوانات أزواج كثيرة، وجعلها أصنافا وأنواعا ذكورا وإناثا. هذه دلائل مخلوقات الله عز وجل وقدرة الله تعالى على الخلق. خلق مخلوقات أيضا أخرى لا يعلمها البشر ولا يعلمها الإنسان، ولا زال يجهلها، لم يصل إليها وإلى أسرارها الحقيقية. ذلك كله يدل على عظمة الله وأنه تعالى المنزه عن كل عيب وعن كل نقص. تعالوا بنا أعزائي الطلبة أحبتي إلى آية ودليل آخر من الأدلة على قدرة الله تعالى على الخلق. قال: خلق الليل والنهار والشمس والقمر. يعني الله عز وجل عندما خلق الليل والنهار والشمس والقمر، آيات، الليل آية والنهار آية ودليل والشمس كذلك والقمر كذلك. إذن هذه كما نراها أربع آيات: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الله، انظر عزيز الطالب، انظر إلى خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كل يسير في فلكه ومداره، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نزيل ظلمة الليل ونجعل منه النهار، أو نزيل النهار فيأتي الليل. يعني آية من يقدر عليها غير الله؟ كذلك الشمس تجري لمستقر لها، وذلك المستقر لا زالت الشمس تجري إلى مستقرها في يوم القيامة، وذلك تقدير العزيز العليم. ثم آية أخرى: قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر، يا سبحان الله، القمر عاد كالعرجون القديم. إذن كيف كان هو القمر في حد ذاته من تقدير الله عز وجل الذي لا يغلبه غالب، العليم بكل شيء، من آياته أن جعل القمر يتنقل من منزلة إلى أخرى، وهذه المنازل عندما يبدأ هلالا ثم يكبر حتى يصير بدرا. لاحظ معي عزيز الطالب إلى هذه الصورة، انظر كيف يكون في البداية قمرا، لاحظ كقرن الموز على اليسار هنا، يعني مقوس، ثم يكبر ويكبر 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 حتى يصبح بدرا في وسط الشهر الهجري، ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى هلالا كما كان هلال، حتى عاد كالعرجون القديم، أي العرجون القديم، الغصن، غصن النخيل اليابس العتيق المعوج. فسبحان الله، سبحان الله على هذا الخلق وعلى هذه المخلوقات وعلى هذه الأدلة. انظر عزيز الطالب إلى آية أخرى من الآيات، وهي حركة الشمس والقمر تسير
أنهما يسيران وفق نظام محكم ودقيق، فكل منهما يسبح في مداره ويسير في مداره، لا يصطدم مع الآخر ولا يسبقه ولا يزاحمه. لا الشمس تدرك القمر في مسيره ولا تجتمع معه، لا في ليل ولا في نهار، ولا يزاحم بعضهما بعض، كل له مداره ومكانه ومسيره، فلا يعتدي أحد على الآخر. إنه نظام الله، إنه خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أعزائي الطلبة، من الأدلة الأخرى تسخير البحار. هذه المياه المتواجدة الممتدة في المحيطات والبحار، عندما قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، ذرية آدم، في الفلك المشحون، في السفن الملأى، فيما تحمل من الحمولات الأطنان، آلاف الأطنان تسير بها هذه الفلك وهذه السفن، ولكنها لا تغرق. سبحان الله، لا تغرق. لماذا؟ الله تعالى إن يشأ يغرقها، وإن أغرقها من ذا الذي ينقذهم؟ فلا صريخ لهم، أي لا منقذ لهم، إلا رحمة الله عز وجل. من الذي سخر هذه البحار لتحمل هذه الأثقال دون أن يغرقون فيها؟ إنه صنع الله، إنه صنع الله سبحانه وتعالى، وهذه رحمة الله تعالى للعباد. فمن رأى هذه الحقائق ورأى هذه الأدلة، إنما وجب عليه أن يؤمن بالله وأن يشكر الله تعالى على هذه النعم، كيف سبحانه وتعالى فضل الإنسان وكرمه في هذه الدنيا وسخر له الكون، سخر له الكون بهذه الأدلة والبراهين. إلا أن الكافرين معاندين، وسنرى عنادهم، هؤلاء لا يؤمنون بالله، ولو يعني ماتوا لطلبوا العودة، وسيعودون إلى الكفر والعناد مرة أخرى. سبحان الله، عندما سئل الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، سأله أحد الأعراب، قال: يا إمام، كيف أستدل على الله؟ أعطيني، يعني كيف أجد الدليل إلى الله سبحانه وتعالى؟ فماذا رد عليه؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العزيز القدير؟ بلى، كل هذه الأدلة تدل على وجود الله وقدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق. آخر جزئية أعزائي الطلبة سنراها في درسنا هذا، وهو عناد الكافرين. رغم وجود هذه الأدلة المتوالية المتتالية الممعن النظر بها، إلا أنهم معاندون لذلك. وإذا قيل لهم اتقوا الله، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يصدون عن هذه الآيات، يرونها أمامهم ثم يصدون عنها. ثم ميزة أخرى من عنادهم وكفرهم، أنهم إذا دعوا لينفقوا مما رزقهم الله تعالى من الأرزاق الكثيرة، أن يعطوا المؤمنين منها، ماذا كان ردهم؟ كان يقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ انظر إلى هذا الرد. ولذلك لو أردنا أن نتعرف على صفاتهم من خلال هذه الآيات، من خلال هذه الآيات، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ إنهم بخلاء وإن قلوبهم قاسية. بخلاء وقلوبهم قاسية، من صفات الكافرين. لاحظ بخلهم وقسوة قلوبهم.
فهم إذا طلب منهم طلب منهم المؤمنون الإنفاق من المال الذي رزقهم الله قابلوا ذلك بالسخرية والاستهزاء، وقالوا للمؤمنين لو شاء الله أن يطعمهم لو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم، لو شاء الله أن يطعم الفقراء لأطعمهم، ولكن الله لم يشأ ذلك. لاحظ عنادهم وكفرهم البواح في هذه الحياة. أسأل الله تعالى لي ولكم المنفعة في الدنيا والآخرة، وأن نكون قد أفدنا بما مر معنا. وننتقل وإياكم أعزائي الطلبة إلى استعراض الإجابات، إجابات التقويم في الكتاب المدرسي. والسؤال الأول معاني المفردات، استعراض فقط، نسلخ نزيل وننزع، العرجون عود النخل الذي لا عليه ناقد بلع صريخ منقل. السؤال الثاني تفسير الآيات. السؤال الثالث نسلخ منه النهار، عفوا القسم الثاني من السؤال الثاني، القسم الثالث من السؤال الثاني قدرناه منازل بالنسبة للقمر. السؤال الثالث ألف ما حجة المشركين وما الرد عليهم؟ ألف حجتهم أن الله لو يشاء أن يطعم الفقراء أطعمهم، والرد عليهم الكفر والجحود بنعمة الله عز وجل أنهم بخلاء وقلوبهم قاسية. السؤال الرابع وضح ما يأتي والشمس تجري لمستقر لها، لاحظ جريان الشمس في مسارها الفلكي بانتظام وحساب دقيق حتى تستقر تخمد إلى يوم القيامة. والقمر قدرناه منازل فتارة يكون بدرا وتارة هلالا إلى آخره، وتعرفون أقسام القمر. السؤال الرابع جمال التعبير في الآية قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، شبه الله تعالى الأرض بالإنسان الميت الذي تنتفض منه الحياة من جديد، فالأرض بعد نزول المطر تعود إليه الحياة من أنبات النبات والزرع إلى آخره. جمال التعبير قول وآية لهم الآية لهم الليل نسلخ منه النهار، شبه الليل والنهار بالكائن الحي الذي ينسلخ من جلده. السؤال الخامس الدروس المستفادة من الآيات الكريمة، استشعار عظمة الله تعالى وقدرته على الخلق، شكر الله تعالى على نعمه، حث الناس على استخدام العقل للتفكير، كذلك أن صفات الكافرين العناد وعدم طاعة الله عز وجل. بارك الله تعالى لي ولكم في القرآن الكريم، ونفع الله تعالى بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.